ولا تجب نية الفرضية، يعني اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا. وإنما قال المؤلف ذلك احترازا من قول بعض الفقهاء أنه لا بد أن ينوي أنها زكاة وينوي أنها فرض. فنقول هذا لا دليل عليه، يكفي أن ينوي أنها زكاة ولا حاجة لأن ينوي أنها فرض. كما قالوا أيضا في الصلاة لا بد أن ينوي أنها صلاة ولا بد أن ينوي أنها فرض، والراجح أنه يكفي أن ينوي أنها صلاة. وأما هذه التشقيقات هذه لا دليل عليها، وهذه ربما تؤدي ببعض الناس إلى الوسواس، يعني بعض الناس عنده تحسس من هذه المعاني. إذا قلت له لابد تنوي أنها صلاة وتنوي أنها فرض، تنوي أنها زكاة وتنوي الفرضية أنها فرض، يعني هذا بعض الناس الذين عندهم استعداد للوساوس يوسوسون في مثل هذه الأمور. نقول يكفي أنك نويت أنها صلاة، أصلا إذا أتيت للمسجد فقد نويت أن تصلي، فمن عادتك أنك تخرج الزكاة كل عام وخرجت هذا المال بناء على هذه العادة أنت نويت الزكاة. من تسحر نوى الصيام، فكما قال ابن تيمية رحمه الله النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، إذا علمت أن غدا من رمضان فقد نويت الصيام، فلا داعي للتدقيق في مسائل النية لأن هذا التدقيق يؤدي للوسواس.